مرحبا بكم جيب السكوب. احنا موجودين في مطار جرب الجريس وين موجود الوفد اللي باش تحول الموضوع بعد داخلي الى مطار القلالة، ومعنا السي سليم الحميدان وزير الملك الدول الشؤون العقاريه باش يعطينا فكره على الوفد وعلى الزياره هذه. شكرا سي عادل ومرحبا بكل المشاهدين والمستمعين الكرام. الزيارة هذه فيها وفد حكومي كامل، السيد وزير السياحة، وزير أملاك الدولة، وزيرة البيئة، الممثل المدير العام عن الجماعات المحلية، وكذلك ممثل عن رئاسة الحكومة المهم المهتم بالنظافة، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وفد كامل للحديث في هذا الإشكال إن شاء الله لفض هذا الإشكال بشكل نهائي، للتأكيد على أن هناك منظومة حديثة سيبدأ تفعيلها إن شاء الله، وستبدأ العمل والاشتغال قبل موفى 2013، وإن شاء الله للتحاور مع ممثلي السلطة المحلية والمجتمع المدني إن شاء الله لتفعيل المصب الجهوي الآن في انتظار تركيزة المنظومة الحديثة هذه. سيد وزير، فماش سكوب نجم ناخذوه على اللقاء الجاي؟ فماش قرارات؟ فماش والله متى ما كان الخير، هذا هو اهم سكوب يمكن نقدموه للساده المشاهدين والمستمعين. بارك الله فيك. الله يخليك. Thank you.